مرحلة التكوين والتصميم. الإضاءة أهم عنصر دلوقتي عندنا في مرحلة التكوين هو الإضاءة. لو ما عملتش إضاءة كويسة بالتالي كل المراحل اللي بعد كده مش هتبقى كويسة، فيا ريت نهتم بمرحلة الإضاءة. يبقى عندنا مصدر إضاءة، يفضل الإضاءة تبقى صفراء. عندنا نوعين من الإضاءة دلوقتي بنستخدمهم، مصدر إضاءة عالي التباين ومصدر إضاءة منخفض التباين. مصدر الإضاءة العالي ده بيخلي النقلات ما بين الغامق والفاتح نقلات حادة. مصدر الإضاءة المنخفض بيخلي نقلات هادية. فبالتالي الحالة الأولى دي أنا محتاجها في السكتشات أكتر، السكتشات التحضيرية واللي فيها تلخيص. الإضاءة التانية أنا محتاجها في الدراسة واللوحات أكتر. فالإضاءة دي الأولى بيحصل عندنا مثلث كده في ناحية الغامق. المثلث ده بنسميه مثلث ريمبرانت. مثلث ريمبرانت ليه بقى؟ لأن ريمبرانت ده كان بيستخدمهم كتير، ريمبرانت فنان هولندي عظيم كان بيستخدم نوع الإضاءة ده. وإضاءة ريمبرانت أخدوها بعد كده في السينما واستخدموها كتير وسموها برضو باسمه. دي إضاءة مثالية قوي للبورتريه، نقدر نستخدمها الفترة دي في الرسم. طيب تعالوا كده على الإضاءة دي. الإضاءة دي هنلاحظ إن هي من تحت فبتدي إحساس الرعب شوية. فايدة الإضاءة إيه؟ لو بصينا لفوائد الإضاءة، ليه ما نرسمش في الإضاءة التقليدية العادية خالص بتاعة الأوضة أو بتاعة الشارع؟ الإضاءة مبدئيًا بتجسم الأشكال وبتخلي فيه عمق في اللوحة، فبالتالي يبقى فيه اتزان في درجات الغامق والفاتح وأقدر أشوف الحاجة بشكل كويس. في جزء تاني فلسفي خاص بالدراما بتاعة الصورة، إن أنا ببقى محتاج ساعات أوصل تعبير معين من خلال الإضاءة. لو الإضاءة اتغيرت التعبير ده هيتغير. هنلاحظ إن الإضاءة السفلية دي بتدي إحساس شوية بالرعب، الإضاءة العليا المرتفعة بتدي إحساس بالغموض لأن هي ضيعت الملامح كلها، نحس إن العين مش موجودة تقريبا، ففي نوع من الغموض في الكادر. الإضاءة المباشرة اللي من الأمام دي بيسموها إضاءة الجمال، وبتستخدم في الناس اللي بيصوروا فيديوهات على النت، بيبقى عاوز ملامحه كلها تبقى واضحة في صور بتاعة البطاقة والباسبور وكده، ومجلات الميك اب والازياء والحاجات دي عشان الملامح كلها تبقى باينه بشكل كويس. وللاسف في ممثلات كتير في الافلام بيشترطوا على مصور الاضاءه ان هو دايما يبقى منور وشهم كله عشان جمالهم يبان وشكلهم يبان حلو، بعيدا بقى عن فلسفه العمل والدراما والكلام الفارغ. فالاضاءه ليها دور مهم لازم ناخد بالنا منه، بس حاليا طبعا احنا مش هنلعب على الدراما كتير، احنا بس محتاجين وضع واحد اللي هي الاضاءه بتاعت ريمبرانت، يبقى فيه مثلث منور في المنطقه المظلمه، ونخلي الإضاءة حادة وقت رسم الاسكتشات التحضيرية، ونخليها هادية ونقلات ما بينها كتير وقت رسم الاسكتشات المدروسة أو اللوحات. لو تفتكروا برضو إن إحنا سمينا النقلات الحادة دي كنا بنتكلم عليها إن هي تبع حاجة اسمها كياروسكورو. كياروسكورو يعني الجلاء والعتمة، ودي تقنية كان بيستخدمها ريمبرانت برضو في إن هو بيعمل نقلات حادة بين الغامق والفاتح. والطريقه الثانيه اللي هي النقلات الهاديه كنا بنسميها سفوماتو، ودي تقنيه استخدمها دافنشي في ان هو يعمل نقلات هاديه كتير وتدرجات كتير بين الغامق والفاتح. زوايا الاضاءه، هنا لو زاويه الاضاءه صفر هنلاقي ان السبوت متسلط للوش من قدام، فالدنيا كلها منوره، فده مش مناسب خالص للرسم دلوقتي. الاضاءه لازم تبقى بزاويه 45 حاليا عشان تعمل لنا الشكل الموجود ده اللي هو مثلث ريمبرانت، ونبقى فيه جزء في الوش منور وجزء تاني مظلم. الإضاءة 90 بتقسم الوش نصين تقريبا، وبتخلي نسبة الغامق أكتر من الفاتح. الإضاءة 135 و180 بدأ خلاص الوش يبقى سلويت. 225 هنلاحظ ال 270 بقت زي ال 90، وهنلاحظ ال 315 زي ال 45 باختلاف بس مكان السبوت الإضاءة. فمش عاوزين نشتت نفسنا في أشكال كتير، إحنا محتاجين حاليا الشكل ده بس او ده. يعني لو السبوت الاضاءه من اليمين او الشمال، وسواء اترفع فوق شويه او تحت شويه، بصوا هنا كده برضو، فكل الحالات دي متاحه. المهم يبقى فيه نسبه غامق وفاتح متقاربه في الوش. تعالوا كده نحلل الصور دي ونشوف الاضاءه عملت ايه، وهل غيرت في الفكره اللي احنا بنحسها من الصور ولا لا. تعالوا للبنت الاولى دي. البنت الاولى هنلاحظ ان مخرج الصوره او المصور قرر ان هو يزود نسبه الغامق في اللوحه، عمل الخلفيه غامقه وعمل لبس اللي هي لابساه غامق، بس فضل الوش هو المنور لان هي بشرتها فاتحه، ونسبه الفاتح على وشها اكتر من الغامق. بصوا مناطق الغامق هنا في الوش
قليله. طب هو عاوز يقول ايه من خلال الاضاءه اللي هو حطها دي؟ ما كان ممكن يصور وشها كله منور، او كان ممكن يصور وشها جزء منور وجزء مضلم. لا، هو عارف ان كل حاجه من الحاجات دي بتدي انطباع وبتدي تعبير معين. نسبه الغامق الكتير المحيطه بالبنت بتديك احساس شويه بالالم، لان نظره البنت فيها شويه الم وحيره كده، فهو عاوز يحسسك بالاحساس ده من خلال ان هو يضخم نسبه الغامق في الكتف. وفي نفس الوقت لما جه يحط اضاءه على وشها خلى نسبه الفاتح كتير، ده برضو بيدي احساس شويه بالبراءه، ان هو مش عاوز يقتل فيها فكره البراءه. لو قرر ان هو يحط الغامق كتير في الوش، يعني تعالوا كده لو زودنا نسبه الغامق في الوش وخلينا مثلا ملامح العين مش موجوده، كده هنحس بايه؟ مش هنحس بالبراءه كده خلاص، هنحس بالغموض. الاضاءه المزدوجه دي بيستخدموها في الافلام مع الشخصيات الشريره، الشخصيات اللي بتبقى طالعه بوشين، يعني هو دايما هتلاقي وشه في الافلام نص منور ونص مضلم. ده بيديك احساس بالانفصام بالازدواجيه، وان هو شخص بيظهر بوشه قدام الناس ومختفي بوش تاني وهكذا. انما هنا المصور نجح جدا ان هو يوصل لك احساس البراءه، وفي نفس الوقت يوصل لك احساس البؤس اللي البنت موجوده فيه بملامح هاديه وملامح بسيطه. هي مش محتاجه تصرخ او تزعق عشان توصل لك الاحساس ده، لا، ده هو بس حركه الاضاءه نفسها يقدر يوصل ده. حاجه تانية هلاحظها في الاضاءه هنا، ان الفاتح مش قوي. بصوا كده على الصوره الشمال، الفاتح فيها قوي جدا ويكاد يكون ابيض صريح، انما البنت اللي على اليمين الاضاءه القويه فيها هاديه شويه عشان يديك احساس النعومه اللي هي الاسفوماتو. يعني لو قلنا مثلا ان دي تتبع تقنيه اسفوماتو، وان اللي على الشمال كيارو سكورو، كل نوع من دول مرتبط بفكره الصوره نفسها. لان الموضوع بتاع البنت الاولى استدعي النعومه، مش عاوز ان الالات تبقى حاده، هو عاوزك تتعاطف مع البنت وتتامل الملامح الهاديه بتاعتها. الصورة الثانية هنلاحظ إن البنت باصة لفوق تقريبا، بتبص من الشباك، وبرضه دي إضاءة ريمبرانت، الإضاءات اللي بتستخدم في السينما. بيبقى الإضاءة نازلة من الشباك بس أنت مش شايف الشباك، أنت مش شايف تأثير الإضاءة اللي داخلة من الشباك بس. هنلاحظ إن في حدة هنا في استخدام الغامق والفاتح، ونظرة البنت للشباك ورفعة الراس بتاعتها تديك إحساس شوية بالأمل، إن هي شايفة النور ده، بتتمنى إن هي تبقى في مكان أحسن وفي حالة أحسن من كده، وده ظاهر قوي من الإضاءة. هنلاحظ اعتام الخلفية عشان برضو يديك انطباع عن الحالة اللي هي عايشة فيها والخلفية بتاعتها، فمش منور الخلفية خالص، يعني أقصى فات في الخلفية برضو ممكن نعتبره غامق. هو مركز النور على وشها بس، فبالتالي عينينا وهي بتتفرج بتروح على المناطق اللي فيها التضاد والتباين العالي ده، فبنتفرج على وش بنت بشكل كويس فنقدر نفهم الحالة. فمش شرط في الكادر ان الحجم الكبير مثلا هو اللي يبقى البطل، لا، الاضاءه بتلعب دور قوي في الحته دي. ممكن البطل يبقى حجمه صغير في الكادر بس هو اكتر حد فيه تباين، اكتر حد فيه غامق وفاتح متسلط عليه الاضاءه، زائد طبعا مكانه في الكادر بيفرق. الاضاءه مهمه جدا، يعني سواء في تقسيم الشكل واعطاء عمق للكادر، او في تاكيد الجانب الدرامي في الصوره نفسها واظهار مين البطل ومين اللي مش بطل. هنبص على الصورتين دول برضو، الصورة اللي على الشمال هنلاحظ ان هو غمق الخلفية ونور الوش، فعنينا بشكل تلقائي هتروح للوش على اعتبار ان ده العنصر السيادي اللي في الكادر او البطل بتاع الصورة. طب تخيلوا كده لو الخلفية لونها ابيض، تعالوا نتخيل. كان هيحصل ايه؟ كل ملامح الوش اللي في المنطقه الفاتحه تاهي، فكان بقى في بطل في الخلفيه وبطل قدام، فعنينا اتشتتت، زائد ان نسبه الغامق والفاتح في الكادر اختلت، بقى في مشكله. هنلاقي الاضاءات هنا في الوش ده هاديه، النقلات ما بين الغامق والفاتح هاديه، ففي تدرجات كتير قوي، فمش مديه احساس بالحده على عكس الصوره الثانيه. الصورة التانية هنلاحظ إن الغامق والفاتح في الوش قوي، الغامق بتاع الشعر قوي والفاتح بتاع البشرة قوي،
الخلفيه كلها هاف تون، فبالتالي برضو بتبرز الاجزاء الغامقه وفي نفس الوقت بتبرز الاجزاء الفاتحه، وفي التكشيره بتاعته ده والتعبير الجامد بتاعه ده، كل ده مأكد الفكره بتاعت الاضاءه الكياروسكورو والحد. هنا صورتين مبنيين برضو بشكل مختلف، الصورة الأبيض وأسود المصور فيها عمل حاجة ناجحة جدا في الخلفية، قام منور إضاءة تاني في الخلفية عشان يخلي الخلفية جزئين، جزء منور جنب الشعر الغامق فيبرزه والوش الغامق فيبرزه، وجزء تاني مظلم جنب الجزء الفاتح فيبرزه، كأن الخلفية عكس الوش. فهو نجح جدا في إن هو يوزن ده، وإحنا برضو هنعمل ده في البورتريه على قد ما نقدر في التكوين اللي احنا بنعمله، نحاول نخلي الخلفيه تبرز البورتريه في المناطق الغامقه والمناطق الفاتحه. البنت اللي على الشمال برضو هنلاقي نسبه الغامق مسيطره بشكل كبير، عشان كده قرر ان هو يغير اللبس بتاعه، لبسها اشار بفاتح شويه يوزن الاضاءه. عشان كده واحنا في البيت احنا قدام ثلاث علاقات، لما هتيجوا ترسموا نفسكم في البيت انا محتاج اركز في ثلاث حاجات: لون الخلفية ولون البشرة تختلف من حد للتاني ولون الشعر أو الطرحة اللي احنا لابسينها. ما ينفعش يبقى أنا بشرتي فاتحة فألبس طرحة فاتحة وأحط نفسي قدام خلفية فاتحة وأقعد أرسم، برضو حتى لو في إضاءة برضو هيبقى في خلل ما في الموضوع. فلازم اراعي شويه ان لون الخلفيه يبقى بيظهر البشره وبيظهر اللبس اللي انا لابسه، على قد ما نقدر نظبطه، نقعد نحط احتمالات كده ونشوف انجح احتمال ممكن يبقى ايه، ونبتدي نصور ونبتدي نحط الاضاءه ونشوف ده مناسب للرسم ولا لا كده. زي ده برضو بص عليه كده، نلاحظ ان المصور نجح ان هو يديني احساس بالعمق، ياكد لي مين البطل برغم النور القوي جدا اللي ورا ده، لكنه عمل برضو تقسيمه في الخلفيه تقسيمه تخلينا نشوف الفجر كويس، الفاتح القوي اللي ورا منطقه الغامق بتاعه البنت مخلياني اشوف الفورم بتاعها كويس جدا، الفاتح اللي نازل على وشها برضو مخليني اشوفها كويس قوي بسبب منطقه الغامق اللي ورا، فكأن الخلفيه مقسومه عكس قسمه الوش. العناصر اللي ورا تحس انها اوت اوف فوكس، مش متركز عليها خالص عشان برضو عينينا تبص على البطل الاساسي بتاع الكادر، حجمها كبير جدا في الكادر فبالتالي هي البطل، ما اقدرش اقول ان اي حاجه تانية من الكادر هي البطل دلوقتي، زائد الاعتام اللي حصل لنص الوش. طب ده يدينا احساس بايه لو تاملنا شويه الصوره؟ يعني احيانا المخرج بيبقى محتاج يوضح فكره الفيلم او قصه الفيلم من خلال كادر واحد بس، مخرجين كتير بينجحوا في ده، بتبقى مش محتاج تشوف الفيلم بشكل كامل عشان تفهم القصه. يعني كادر زي ده يدينا احساس ان هي بتبص بنظره كده فيها استكشاف شويه، فيها حيره، فيها بعض الغموض برضو، هي الامور مش واضحه تماما بالنسبه ليها. بالتالي هنلاحظ ان نص الوش كله مش ظاهر، عشان بس المخرج يوصل لك الفكره دي. على عكس لو هو نور الوش بشكل كامل هتحس ان في وضوح كده وفي اشراق والدنيا واضحه والدنيا تمام. ده بوستر لفيلم عربي قديم، وانصحكم ان انتم تشوفوا الافلام الابيض واسود القديمه، بسبب ان المصورين وقتها كانوا دارسين اضاءه بشكل كويس قوي، والمخرجين كمان كانوا بيهتموا بالحته دي. ففي افلام لو وقفت الكادرات نفسها هتلاقي لوحات فيها غامق وفاتح وفيها اتزان وفيها كل القيم اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، بالإضافة لدراسة الجزء التعبيري من الكادر. دلوقتي لو بصينا للبوستر ده بتاع فيلم بقاعات الخبز نقدر نفهم بشكل عام قصة الفيلم بتدور حوالين إيه. بصوا كده حللوا الكادر كده فنيا، هنلاقي إن تلات أرباع الكادر غامق وفي جزء منور على وشها، دي برضو إضاءة كياروسكور اللي بيسموها في السينما إضاءة ريمبرانت. ده ريمبرانت بتستخدم في المشاهد اللي فيها صراعات وفيها حده، زي ما في نقل حده بين الغامق والفاتح، ده بيدي انطباع للي بيتفرج ان في برضه نفس الحده دي في القصه بتاعه الفيلم والدراما بتاعه الفيلم. طب الفيلم ده كان قصته ان دي ست اسمها خديجه كانت متجوزه عامل في مصنع، العامل ده مات وكان عندها ولد وبنت صغيرين، بعد ما العامل ده مات
رئيس العمال اتقدم لها عشان يتجوزها وهي رفضت، فقرر ان هو يقتل صاحب المصنع ويولع في المصنع ويتهم ده فيها. مشي وسط الناس يقول ان هي اللي حرقت المصنع وهي اللي قتلت صاحب المصنع. فالمهم ان هي دخلت السجن لمده 10 سنين وجالها انهيار عصبي وفقدت الذاكره بشكل كامل. وبعد خرجت وقضت المده بتاعتها بدات بقى تدور على اولادها اللي كبروا لحد ما وصلت لهم في اخر الفيلم. فبالتالي لو حللنا، لو ربطنا القصه دي بالصوره دلوقتي، الغامق الكتير ده هيقول لك ان ده نسبه الظلم اللي هي تعرضت له في حياتها، وكل القهر اللي هي تعرضت له بالسجن والتعذيب والكلام. انما برغم ان في غامق كتير في الكادر، ما زال لسه في بقعه نور موجوده، اللي هم ابنها وبنتها اللي بتدور عليهم وبتحاول تلاقيه. فبرغم ان في بؤس وشده وحده قويه جدا في الغامق، ولكن في بقعه نور بتقول ان انا في لسه امل في الموضوع. فاحيانا يا جماعه الاضاءه بتخدم الموضوع قوي، فما تستهينوش بموضوع الاضاءه. فيا ريت اللي ما عندوش سبوت اضاءه في البيت يشتري سبوت اضاءه، ويا ريت يبقى اصفر ويبقى قوي ما يبقاش ضعيف، لان القوي انا اقدر اتحكم فيه واقدر اخليه ضعيف، فبالتالي هيخدمني في الجزئين بتوع السكتشات وبتوع الدراسه.